حضرتك خدت رحلة طويلة، بيعتبر الحج هذا العام بما واجه من مشكلات هو الأصعب في الربع قرن الأخير. صحيح. حضرتك كنت رئيس البعثة ولم يكن هناك تخيل أن كل المشكلات دي هتظهر. فجأة لقيت نفسك مسؤول عن آلاف المصريين وأعلنت أنك مش هترجع غير في إيديك المصريين. إن شاء الله يرجعوا بالسلامة كلهم بإذن الله. فماذا يمكن أن نرصد من خلال رحلة حضرتك الأخيرة وهو الملف الأهم الآن؟ صحيح. في زيارتك للمملكة العربية السعودية، بحثك عن الشهداء المصريين، عن المصابين المصريين، عن الحجاج المصريين. صحيح. هذا ملف جدير فعلا بأن احنا نبين للناس ثلاث نقاط هامة جدا. الأولى ما حدث. الأخرى والأهم الملف لم ينتهي. نعم. ما زال هناك بعض المفقودين لم يتم التوصل لا إلى جثثهم ولا إلى معرفة أين هم. كيف سيتم التعامل مع ملف المفقودين، ملف المصابين، ملف الوفيات في المرحلة المقبلة؟ الأمر الثالث، أي حادث يحدث لابد أن نقف لنستخلص بعض العظات والعبر والدروس التي يستفاد بها إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله يعني كل الخير في المستقبل، إنما بحسابات البشر لابد أن نستخلص الدروس من أي حادث لنستفيد منها للمستقبل. الجانب الأول الذي حدث فعلا، وحضرتك يعني نسأل الله أن يتقبل، عشت جزءا من الحدث باعتبارك كنت حاجا وعاش بعض الزملاء، على الأقل فيما عشنا نحن على مدار الثلاث بعثات الماضية والربع القرن الأخير، بل ربما يكون هذا العام الأصعب، ربما يكون الأصعب في تاريخ الحج. نعم. فيما مضى على الأقل، لأن الحادث كان صعبا وكبيرا وقاسيا ومؤلما، وقد سبقه حادث آخر ومفاجئا وهو حادث الرفعة. نعم. وجاء بعد الحادث الأول، عندما ذهبنا كنا نتواصل مع السلطات السعودية التي الحقيقة فيما يتصل بالبعثة المصرية لم تألو جهدا في تسجيل أي عقبات طلبناها منذ وصولنا. فمثلا عندما ذهبنا في أول لقاء مع معالي وزير الحج السعودي، كان هناك طلب لبعثات السياحة، وهو أن المملكة العربية السعودية نظرا لمجيء العيد يوم الخميس كانت قررت بدء التفويج أي انتقال الحجاج من مكة إلى المدينة ابتداء من يوم الاثنين. نعم. وليس من يوم الأحد. الشركات المصرية كان هناك نحو 25 ألف حج مصري تفويجهم يبدأ يوم الأحد، وحجزهم بفنادق مكة ينتهي بصباح الأحد. معنى أن يمتد التفويج إلى يوم الاثنين أن هناك تكلفة ربما تفوق نحو 30 مليون ريال سعودي لحجز هؤلاء، وحتى لو وجد المال ربما لا تجد الفنادق المناسبة لأن هناك إشغال متتابع في الفنادق طبعا، وكان هذا سيسبب أزمة كبيرة. الحقيقة في لقاء مع معالي وزير الحج قلت له رب العزة يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإذا كان العيد يوم الخميس فنبدأ بجمعة والسبت وينتهي مناسك الحج بالنسبة للمتعجلين وننتقل. قال بإذن الله إن شاء الله لا نقبل أن تدار شركة مصرية ونلتزم بتعاقدات الناس، وسيصدر التعليم ببدء التفويج يوم الأحد، وقد كان وبدأ التفويج يوم الأحد. وكنا على تواصل كبير الحقيقة، مثلا في عندما ذهبنا لزيارة المستشفيات. نعم. قبل وقوع حادثة التدافع، وكان هناك كنا نفكر في نقل جميع المصابين الذين يمكن نقلهم من المستشفيات إلى عرفات لأداء الإيه حتى لا يضيع عليهم الحج، كل من تسمح حالته الطبية بالنقل. نعم. وعندما ذهبنا إلى المستشفيات والتقينا بمدير مستشفى نور، تكلم كلاما طيبا ورائعا عن العلاقات المصرية السعودية وعن خدمة المصابين، وقال إني خادم الحرمين وجه بنقل جميع المصابين بلا استثناء. بالنسبة لمصاب الرافعة ينقلون بالطائرات من مستشفى النور أو من مستشفيات عامة إلى عرفات، إلى مستشفى عرفات، ثم ينقلون أيضا بالطائرات إلى منى، إلى مستشفى منى، ثم يعودون إلى مستشفياتهم. وبالنسبة لبقية المصابين ينقلون بسيارات الإسعاف
وفق مع طواقم طبية وطواقم من وزارة الشؤون الإسلامية. هناك من يوكل عنهم في الرجل، صحبة أطباء وممرضين، يعني كانت هناك خدمة وعناية فائقة لقيناها في الجانب الطبي. ولكن فاجأ الناس هذا الحادث بصعوبته، والحقيقة كان الحادث فعلا كبيرا ومأساويا، وشاهدت بنفسي عندما ذهبت إلى موضع الحادث كيف كان الأمر صعبا.